الحلوين واللي في كي جوان عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنلعب مع بعض لعبه جديده وجميله وكلنا عارفينها. احنا عارفين طبعا دي الدوده الشقيه بتاعتنا. طيب الدوده بتاعتنا فاضيه ما فيهاش حاجه، عايزه اصحابها ييجوا يلعبوا معانا. مين اول واحد يجي يلعب معانا؟ عندنا ده اسمه ايه؟ مين شاطر هيقول؟ اسمه الصفر. الصفر ده احنا متفقين ما فيهوش حاجه. بعد الصفر بكتب ايه؟ فكر مين اللي بيجي بعد الصفر؟ واحد. برافو. بعد الصفر واحد. يلا نطلعه على ايدينا. واحد. بعد الواحد اتنين. يلا اقفل ايدك معايا. واحد اتنين. بعد الاتنين انا سامع ناس بتقول برافو. ثلاثة. واحد اتنين تلاتة. بعد تلاتة أربعة. يلا نعد على ايدينا. واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد الأربعة خمسة. يلا نقفل ايدينا كلها. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بعد الخمسة ايه؟ ستة. اكتبها ازاي الستة؟ ستة. واقفة تفكر. ادي الستة صاحبتنا. هطلع ايديا الاتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. دول كده كام؟ ستة. بعد الستة سبعة. يا ترى يا ترى السبعة بتبص لفين؟ انا سامعة ناس شاطرة بتقولي بتبص لفوق. ادي السبعة صاحبتنا بتبص لفوق. يلا نعدهم تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. برافو. بعد السبعة تمانية. التمانية بتبص لفين؟ بص لتحت. ادي التمانية بتاعتي. طب يلا كده زي الشطور نطلع التمانية على ايدينا. ادي التمانية على ايدينا. بعد التمانية تسعة. شطار. يلا نطلعها على ايدينا. ادي التسعة صاحبتنا. كده انا معايا كام صباع؟ تسعة صوابع انا مطلعهم. بعد التسعة عشرة. عشرة صفر وواحد. يلا بقى نعدهم سوا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. أنا عندي في إيديا الاتنين عشر صوابع. شطار. طب يا ترى يا ترى مين اللي بيجي بعد العشرة؟ الحداشر. طب يلا نغنيها. الحداشر واحد وواحد. مين بعد الحداشر؟ الاتناشر. اتنين وواحد. برافو. مين تاني؟ فكرني كده. تلاتاشر. تلاتة وراها واحد. اربعتاشر. اربعة وراها واحد. اربعتاشر. مين بقى؟ خمستاشر. خمسة وراها واحد. بعد الخمستاشر ستاشر. ستة وراها واحد. بعد الستاشر سبعتاشر. سبعة وراها الواحد. طيب في حاجة تانية تيجي بعد السبعتاشر؟ أيوة طبعا في أصحابي. يا ترى مين اللي هيجي بعد السبعتاشر؟ تعالوا نعد كده في التفاح الجميلة بتاعتنا. يلا عد معايا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر. وصاحبتنا اللي جاية جديدة دي اسمها ايه؟ تمنتاشر. اسمها ايه؟ تمنتاشر. اكتبها ازاي يا ميس؟ اكتبها ازاي؟ هكتبها تمانية وجنبها واحد. تمنتاشر. يبقى دي اسمها ايه؟ تمنتاشر. تمانية جنبيها واحد. تمنتاشر. طب يلا نغنيهم سوا مع بعض. يلا هنقول ايه؟ صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 برافو يا جيجي. تعالوا بقى معايا كده بسرعه بسرعه بسرعه. احنا خدنا قبل كده ان الكلمه دي اسمها ايه؟ اسمها صل. وقلنا قبل كده ان الصل دي يعني وصل، يعني خليهم يمسكوا ايدين بعض. طب تمام، انا عندي هنا ارقام صحابنا وعندي هنا دوائر، تعالوا نعد الدوائر ونشوف فين صحابها ونوصلهم مع بعض. عد معايا كده، يلا سامعكم بتقولوا ايه؟ برافو. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. دي فيها خمس دوائر، فين رقم خمسه؟ دي خمسه؟ لا لا لا، دي خمسه؟ برافو. يلا نخليها تمسك ايديها بسرعه. طيب يلا نعد نروح بسرعه مع بعض. مين هيعد معايا؟ عايز اسمع صوت قوي. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. يا ترى يا سته انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ يلا شاوروني عليها، فين السته؟ دي سته؟ لا برضو. دي سته؟ لا طبعا. امال فين؟ اهي السته. شطار، برافو يا كيجي. يلا معانا اخر واحده نعدها سوا. يلا سمعوني بصوت قوي. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. فين العشره؟ العشره واقفه لوحدها فوق. يلا بقى تعالى امسكي ايديها بسرعه 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 بسرعه. برافو يا كيجي، شطار. يلا يا كيجي مع بعض نشوف ايه اللعبه الجديده دي. تعالوا كده نقرا زي ما كنا بنقرا. احنا قلنا قبل كده ده حرف الايه؟ الف، وده جيم، وميم وعين. يبقى كلمه ايه؟ اجمع. كلمه ايه؟ اجمع. تعالوا نشوف هنجمع ازاي. احنا شطار وعارفين عندنا دي اسمها ايه؟ ثلاثه زائد اتنين يساوي كام؟ هعمل ايه يا ترى؟ التلاته صاحبتنا دي هتسيبنا وتجري؟ لا احنا نحبسها جوه الدايره. طب والاتنين؟ زعلانه بتعيط عايزه تلعب معانا. هقول لها تعالي يا اتنين ما تزعليش، واطلعها على ايديا واشاور على التلاته واقول بعد التلاته اربعه خمسه. في حد تاني؟ لا خلاص. اقول لها تعالي يا خمسه نكتبها هنا. تعالوا نقرا تاني. أربعة زائد صفر يساوي كام؟ احنا الصفر عارفين ان هو ايه؟ فاضي، ما فيهوش حاجة. هنحبس برضو الأربعة عشان مش تجري. هتبص كده مفيش حد تلعب معاه، هتطلع تلعب لوحدها. أربعة زائد صفر يساوي أربعة. طيب تعالوا كده نقرا هنا. سبعة زائد تلاتة يساوي كام؟ هعمل دورية على السبعة عشان مش تجري، واطلع التلاتة على ايديا عشان ما تزعلش وتعيط، وهشاور على السبعة واقول بعد السبعة تمانية تسعة عشرة. في حد تاني صحي؟ مفيش. يبقى اكتب العشرة صاحبتنا هنا. احنا كده جمعنا مع بعض يا كيجي، وخدنا النهارده رقم 18 ورجعنا على الجمع. اشوفكم المره الجايه. باي باي.